السلام عليكم ورحمة الله، هذا عمر ديبان يحييكم، فأهلا بكم. في هذه الحلقة سنتعرف على حديث مهم جدا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأورده الإمام مسلم في صحيحه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، بغيت أنسى الموقع، وفي الحديث في صحيح مسلم عن سعد ابن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. كيف فسر أهل العلم وأهل الحديث هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم أهل الغرب؟ وفي رواية أهل المغرب، كيف فهمه الصحابة وأيضا المفسرون اللي هو هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في أي باب أورده الإمام مسلم؟ في هذه الحلقة سنتعرف على أهل الغرب، فمن هم أهل الغرب؟ في البداية نركز على مثلا من الراوي. الراوي هو سعد بن أبي وقاص، والحديث نص الحديث كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. أين بوبه الإمام مسلم؟ وهذا مهم جدا، لأن فهمه هو بدأ يجمع الحديث، ومن خلال فهمه يبدأ يرتب الأحاديث فيبوبها ويضع لكل باب مجموعة من الأحاديث. فهو قد وضع هذا الحديث في باب الطائفة المنصورة، وهذا مهم جدا، لأنه يتكلم أن الطائفة المنصورة سوف تكون من أهل الغرب. لكن من هم أهل الغرب؟ دعونا ننطلق للحديث الآخر اللي هو سعد بن أبي وقاص روى هذا الحديث. في حديث آخر رواه ابن أخي سعد بن أبي وقاص، عند سعد بن أبي وقاص أخ اسمه عتبة، وهذا عتبة هو الذي قاتل المسلمون، كان مع المشركين، قاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، وهو الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته في معركة أحد. كان عنده ابن اسمه نافع، هذا نافع أسلم متى؟ أسلم عام الفتح. بعد عام الفتح وقعت أحد الغزوات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم عن نافع بن عتبة، نافع اللي هو ابن أخي سعد بن أبي وقاص اللي روى الحديث الأول، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوقفوا عند أكمة فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، قال: فقلت لنفسي: إيته فقم بينهم وبينه لا يغتالونه. قال: ثم قلت: لعله نجي معهم. فأتيته فقمت بينهم وبينه، قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال: تغزون جزيرة العرب فتفتحونها، وهو يكلم من أهل المغرب، قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال: فقال نافع: يا جرير، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. ما هو شرح الحديث؟ يقول نافع أنه كان في أحد الغزوات فأتوه ناس من أهل المغرب، والمقصود بأهل المغرب هم غرب المدينة المنورة، وكانوا يسمون بالمغرب لأنهم عندما خرجوا كانوا في يتحدثون أن الذي يأتي من المغرب اللي هو من الغرب، غرب المدينة المنورة، يقولون المغرب، ومن يأتي من شرق المدينة المنورة يقولون المشرق. فأتوه ناس ليجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غرب المدينة. طبعا الحديث الأول الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. فأهل الغرب هو المقصود بهم غرب المدينة المنورة، هذا أحد الأقوال التي وردت في تفسير أهل الغرب. ونكمل شرح الحديث. قال: قوم من أهل المغرب، يعني اللي هو غرب المدينة، عليهم ثياب الصوف، فوقفوا عند أكمة. الأكمة هي الأرض المرتفعة الصلبة، تسمى أكمة. فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، فقلت في نفسي، يعني هو حدث نفسه، أنهم قد يغتالونه، لأنهم جاء من المغرب ما يعرفونهم بشكل جيد، هم مسلمون ولكنه ما يعرفهم، فخشي أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقف بينهم وبينه حتى يعني لا يغتالوا، وإن صدر منهم شيء قاتلتهم. فقلت: لعله نجي، نجي يعني من أنه كان يحدثهم بأمر سر، ولكني وقفت بينهم. فقال لهم، فكان يحدثهم: وكنت أعد على يدي حتى يضبط المسألة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الغرب الذين قدموا من غرب المدينة. فقال: تغزون جزيرة العرب
فيفتحها الله، ثم فارس، ثم ذكر الروم، ثم بعد ذلك ذكر الدجال. وكان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أهل الغرب، أهل غرب المدينة المنورة. وفي الحديث الذي رواه سعد بن أبي وقاص لا يزال أهل الغرب، معنى الغرب قيل أنهم العرب، لأن الغرب هو الدلو الكبير، فالذين كانوا يستخدمونه بشكل كبير هم العرب، فلذلك يسمون أهل الغرب، يعني القوم الذين يستخدمون الغرب. وإلى الآن ما زال يستخدم هذا المصطلح للغرب، يقصدون به الدلو الكبير الذي يجلف فيه الماء، فقيل أنهم العرب نسبة إلى ذلك، وقد نسبت لهم أنهم أهل الغرب، يعني أهل الدلو. هذه أحد الروايات. وفي رواية أخرى قيل هم أهل الغرب، وعندما سئل أحمد بن حنبل من هم الغرب الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال هم أهل الشام، لأن كل من هو غرب المدينة فهو غرب، وكل من هو شرق المدينة فهو شرق. وقيل من تفسير الحديث الغرب هم أهل الحدة والشدة والجلد، الناس اللي يصبرون على الشدة والجلد يسمون بأهل الغرب. وأيضا من الحديث التي رواها الطبراني قال يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين إلى يوم القيامة. هذه من أحد التفاسير التي تفسر مسألة الغرب. وهنا تفسير غريب للحافظ في الفتح عندما سئل عن أهل الغرب، قال هذه ليست ممدحة لأهل الغرب وإنما هي مذمة. كيف؟ قال أهل الغرب هم الروم الذين يكونوا الغرب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين على الحق، يعني أنهم متفوقين على أهل الحق. أهل الحق هم أهل الإيمان، وأن أهل الغرب اللي هم الروم يكونون متفوقين على أهل الإسلام اللي هم أهل الحق. فهذا المعنى ذكر العلماء بأنه معنى غريب وليس صحيح. في حديث ليس في صحيح مسلم، ولكنهم يعني بعض العلماء ذكر أنه صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق في المغرب حتى تقوم الساعة. ومن الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الحجاز، أهل الحجاز اللي هم مكة والمدينة وما حولها، ويأتي من ضمنها اللي هو المغرب، من المدينة وغربها. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز، وهذا الحديث في صحيح مسلم. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأرز الإيمان إلى الحجاز، وفي رواية وهي الأصح التي في البخاري ومسلم يأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فيعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل الحجاز وذكر فضائل أهل المدينة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرين على الناس. حديث كثير عن الطائفة المنصورة أنها ما زالت مستمرة وتقاتل وتجاهد. طبعا القتال والجهاد يكون باللسان أو بالدفع أو بالمال، يعني كثيرة وسائل الجهاد ونصرة الحق. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال قائمة، وردت حديث أنهم في دمشق، وردت حديث أنهم في أكناف بيت المقدس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل اليمن وكذلك فضل الحجاز، وذكر غرب المدينة وأنهم سوف تكون الطائفة المنصورة غرب المدينة. من الأمور التي تجمع هذا الأمر أن كل ما هو غرب المدينة يعتبر غرب، يعني من المدينة المنورة حتى ينتهي الأراضي اللي فيها مسلمين. وقيل أنه هنالك طائفة منصورة موزعة، يعني في كل أرض تستمر هذه الطائفة المنصورة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضرهم من خذلهم. لكن المشكلة هو أن قيام الساعة ستقوم على شرار الخلق، فكيف نجمع بين الحديثين؟ هذان الحديثان كان مشكلة عند الصحابة، فكيف فسروه عندما تناقشوا في هذه المسألة؟ كان عبد الله بن عمرو بن العاص جالس مع الصحابة والتابعين، وعبد الله بن عمرو هو يعتبر أحد العبادلة الأربعة، العبادلة الأربعة اللي هم الفقهاء وعلماء الصحابة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. لما يقال العبادلة الأربعة فهؤلاء هم العبادلة، وهم من علماء وفقهاء الصحابة. كانوا جالسين حولهم الصحابة، فذكر لهم عبد الله بن عمرو بن العاص حديث
فقال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة ابن عامر وهو أحد الصحابة، فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضت، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. إذن نفهم من الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الغرب هم كل من هم غرب المدينة المنورة، وأن الطائفة المنصورة موجودة، روي أنها في الشام، وروي أنها في أكناف بيت المقدس، وروي أنها غرب المدينة المنورة، وروي بأن أهل الغرب هم الجزيرة العربية، وذكر الحافظ أنهم لا، الروم اللي هم غرب أقصى الغرب. فوردت أحاديث مختلفة، أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح في سد يأجوج ومأجوج وحلق بيده. فذكر العرب فإنهم هم من يواجه في آخر الزمان يأجوج ومأجوج. أنت من خلال ما سمعت، من هم أهل الغرب الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم ظاهرين على الحق حتى قيام الساعة؟ هذا ما أحببنا الحديث عنه، ولا تنسوا المرور على الحلقات السابقة. أدام الله بقاءكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.